بسم الله الرحمن الرحيم. البحث هو هوية التسامح والاعتدال وأثرها في بنية المجتمع الإنساني، قراءة من فكر الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. قسم البحث إلى ثلاثة محاور. المحور الأول هو الإمام علي عليه السلام في الفكر الإسلامي، والمحور الثاني ضرورة طلب السلم والمسالمة في فكر الإمام علي عليه السلام، والمحور الثالث علي عليه السلام وضمان حرية المعتقد، إضافة إلى الخاتمة وقائمة المصادر. البحث بطبيعة الحال هو ليس بجديد أو ابتكار أو فكرة ينتظرها المستمع، البحث هو محاولة للقراءة في فكر شخصية عظيمة جدا لا يمكن لأي باحث أو أي إنسان على في علمه وكماله أن يصل إلى قراءة فكر الإمام علي عليه السلام، على اعتبار إن لا يعلمه إلا الله والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه. ومع ذلك هنالك محاولات لقراءة هذه الشخصية العظيمة. انطلق البحث من مصدر الفكر الإسلامي، فهل علي بن أبي طالب هو مصدر الفكر الإسلامي بصورة عامة أم لا؟ حقيقة لما تقرأ في كل كتب التراث الإسلامي لا تجد أي باب من أبواب العلم إلا وعلي بن أبي طالب، يا أما أصل الكتاب أو أصل المشكلة في الكتاب أو محور جوهري في الكتاب أو ذكر علي من فرضيات الكتاب أو من الجدل في الكتاب. وذكر علي بن أبي طالب كأساس للفكر الإسلامي ليس تعصبا منا، وإنما نستشهد بذلك على من ذكر علي بن أبي طالب واعتمد عليه من المدارس الإسلامية الأخرى. يعني لما نقف عند علي بن أبي طالب نجد الذين اهتموا له كثيرا من المخالفين لفكر علي بن أبي طالب، يعني ليس هم أهل الشيعة بل المخالفين للفكر الشيعي. على سبيل المثال مثلا الشافعية كتبوا في علي بن أبي طالب الكتب الكثيرة حتى وصلوا إلى إثبات الوصية عن طريق المسعودي، أراد أن يثبت وصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي بن أبي طالب. مثلا من كتب في علي بن أبي طالب وحاول أن يعطي له ميزة خاصة النسائي، حتى بسبب يعني بسبب التزامه بالحقيقة والأمانة العلمية كان ضحية في دمشق وقتل على أثر الضرب المبرح الذي تعرض له من طرف المدرسة الأموية. فهنالك شواهد كثيرة تقف عندها المدرسة الإسلامية، لذا حري بكل باحث أن ينطلق من علي بن أبي طالب إذا ما أراد أن تكون فكرة بحثه تامة وشاملة للعلوم التي يبحث فيها، لا سيما إذا كانت هذه العلوم شرعية وإنسانية. الفكرة فكرة التسامح والاعتدال عند أمير المؤمنين عليه السلام هل هي جديدة؟ يعني لما نقف في فكر أمير المؤمنين من عصر الرسالة إلى شهادته، شخص كله متسامح ومعتدل ويبحث عن حياة نظيفة بعيدة عن الحسد والنميمة وبعيدة عن تسقيط الشخصيات، حتى يوصي أمير المؤمنين يوصي الإنسانية جمعاء بأن تبتعد عن الزلة. هذه الزلة يبتعد عنها الإنسان حتى يحفظ كيانه الإنساني وأصله في المعتقد لله عز وجل. طبعا الشواهد التي قالها أمير المؤمنين في هذه يعني في هذه الخلافات التاريخية كثيرة جدا، ولا أذكر الكثير إلا ما يهمنا في البحث. مثلا عند قول أمير المؤمنين لبعض صحابته شيئان لا يوزن ثوابهما، العفو والعدل، يعني لا يوزن ثواب العفو والعدل، وهذا طبقه أمير المؤمنين
في جميع الحوادث التاريخية المشهورة من سيرته، يعني من أيام بداية إمامته، أيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي؟ من هنا أمير المؤمنين طبق العفو حتى نالوا منه، ولم يشكي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما سمع النبي من الصحابة ما قالوه، فقال ما لكم ولعلي؟ لم يشكو الإمام سلام الله عليه، لم يشكو حتى وصلت المقولة للنبي فقال ما لكم ولعلي. إذن علي بن أبي طالب مثال للتطبيق وليس فقط للتنظير، عندما يقول الكلام هو يطبقه على نفسه ويلتزم به مع بقية بني جنسه، سواء كان مسلم أو مشرك. حتى المشركين الذين تعرضوا له في ذلك الحين كان يعرض عليهم مبدأ المسالمة والإسلام أولا، فإذا ما ابتعدوا عن المسالمة أصر أمير المؤمنين على استخدام أن لا تأخذه في الله لومة لائم، يعني يعطي الحق لهذا الطرف ويسمع منه، ومن ثم إذا لم يهتدي سوف ينال جزاءه. دقائق تقريبا دكتور. أيضا من مسلمات أمير المؤمنين صراحة هذه نحتاجها اليوم في المجتمع العراقي، شر الناس من لا يعفو عن الزلة. يعني كثيرا منا يمكن يسمع على زلة تتداخل المشاكل وتتداخل العشائر في قضايا كثيرة جدا، ولا زالت تحدث لليوم، تحدث مشاكل وقتل وإراقة للدماء على زلة، يما زلة لسان أو زلة طريقة تعامل مع طرف آخر. فأمير المؤمنين هو حياته تطبيقية، سيرة أمير المؤمنين تطبيقية، وأن يكون الرئيس قد خنقني في الوقت، يقول انتهى تقريبا بعد دقتين وشوية. نعم، من وصايا أمير المؤمنين أيضا لصحابته في المسالمة: لا تصرم أخاك على ارتياب ولا تقطعه دون استعتاب، لعل له عذرا وأنت تلوم به، اقبل من متنصلة عذرا صادقا كان أو كاذبا فتنالك الشفاعة. يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه يؤكد على التريث وعدم الاستعجال في محاكمة الآخرين، وكثيرا لدينا مشاكل فعلا اجتماعية هي أساس السرعة والعجلة التي تورث الندامة وإن بعد حين. فأمير المؤمنين أكد على هذه الصفة عندما يتعامل مع الآخر، سواء كان جانب إنساني أو جانب معرفي لي، إذا ما تحققت الصورة الحقيقية. شاهد على هذا، شاهد في معركة الجمل، امرأة كانت تنال من صحابة أمير المؤمنين، وأرادوا هؤلاء أن يردوا على المرأة وينالوا منها، فقال صه لا ترد على هذه المرأة فإنه سوف تعاب ويعاب نسلك من بعدك. يعني أنت تنعاب هسه وبعدين نسلك، هم من يقول أبوهم هذا كان يعيب النساء. أقل دقتين العفو جناب الدكتور. نعم بل دقيقة واحدة. دقيقة واحدة بل. طبعا أنتقل إلى المحور الثالث اللي هو حرية المعتقد في فكر أمير المؤمنين علي عليه السلام. كان دائما يقول أولى الناس من عفا عن الناس، ولديه مقالة جميلة جدا. يعني أمير المؤمنين كان مقالته هذه تطبيقية صراحة، يقول علي بن أبي طالب: أما والله لو ثني لي أو ثنيت لي الوسادة في طبعات لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل الزبور بزبورهم وأهل القرآن بقرآنهم حتى يزهر كل كتاب من هذه الكتب ويقول يا رب إن عليا قضى بقضائك. صراحة هذه لما نفكك نصوصها، إن أمير المؤمنين كان يعطي حرية المعتقد للجميع. إذا كنت أنت من أصحاب الشريعة اليهودية أو الديانة الإبراهيمية أو غيرها من الديانات الأخرى، فأنت إذا كنت على حق هذه الديانة هي تدعو إلى التوحيد وتدعو إلى خاتم النبوة وتدعو إلى الوصية. إذا كانت هذه الديانة
تؤمن بحقيقة المعرفة التامة للأديان والمذاهب على مستوى الإنسانية. فأمير المؤمنين دعا لكل الأفكار والمعتقدات. وفقط أذكر من باب الذكرى لأنه كان النقاش حول أن الغرب هو سبق الشرق بقضية حرية المعتقد وتطبيق الإسلام على الغرب. صراحة هذه كذبة ينقلها الإعلام، كذبة ينقلها الإعلام وأنا مسؤول. لماذا؟ اليوم نرى كيف يتعامل الغرب مع العربي، لا سيما العوائل العربية. آخر مشكلة في السويد، ممكن شفتوا كثيرا أنه العنصر السويدي أو البوليس في السويد يأخذ الطفل من حضن أمه دكتور التجارة وتبكي وتتصارخ. لذلك أقول إنه من يدعو إلى الغرب إنه صاحب تطبيق للدين، هذه كذبة شائعة جدا. أحسنت. ينبغي أن نتعامل معها بحذر. شكرا جزيلا وأعتذر للإطالة. والسلام عليكم ورحمة الله السلام. وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا لك يا أستاذ مساعد دكتور حسن. أيضا اسمحوا لي يعني بعدم المداخلات.